السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستهل المقام كعادتي بفاتحة الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أجدد سلام الله على عباد الله في ساحة طيبة من ساحات الله الطيبات المباركات، وفي رحاب القرآن من ديوان المهندس محمد حامد عبد الجليل، حيث هذا المنزل الطيب المبارك منزل القرآن الكريم ومنزل العلم، فيه يجتمع هؤلاء الأفاضل والأكارم من أبناء قرية تلوانة احتفاء واحتفالا بالحافظين والحافظات لكتاب الله تبارك وتعالى في هذه المسابقة السنوية بمشيئة الله تبارك وتعالى، والتي قدر الله تبارك وتعالى لهذا المكان أن تناله بركة من قبل ربنا، حيث تلي كتاب الله تبارك وتعالى، وحيث استمعنا واستمتعنا إلى هذه البراعم الطيبة التي خرجت من هذه الأرض الطيبة، أرض تلوانة، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقامت لجنة طيبة من المشايخ الأكارم والأساتذة الأجلاء بالحضور لاختبار أبنائنا وبناتنا من حفظة وحافظات كتاب الله تبارك وتعالى، وكان التفوق حليفهم بفضل ربنا تبارك وتعالى، وعلى هذا العهد نكون دائما وأبدا إن شاء الله عز وجل. نقول في تشجيع حفظة كتاب الله وليس في تكريمهم، حيث إن التكريم لحفظة القرآن الكريم إنما يكون من قبل الله تبارك وتعالى، وأهل القرآن يدرون مكانة القرآن العظيم، أهل القرآن يدرون مكانته، فبالقرآن أخرجنا الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في مستهل هذا الحفل الطيب المبارك أترك حضراتكم مع هذا الافتتاح الطيب وهذه القراءة القرآنية الطيبة المباركة، والتي يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أحمد أيمن جبل. أسأل الله تعالى له الفتوح والقبول والستر، فليتفضل مشكورا. أهيب بأبنائنا أن نستمع إلى القرآن العظيم استماعا يليق بأهل القرآن. هذه ساعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان
الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين. ذكرك تحلو يا رسول وتعظم وهواك في قلبي منن تتبسم يا أيها الأمي أنت لمجدنا شرف به نزه ويزه المسلم. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب طرفه في يد الله تبارك وتعالى
والطرف الآخر في يد من سار في دربه واجتهد وأخلص لله تبارك وتعالى حفظا وعلما وعملا وإتقانا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. من جعله أمامه هداه الله تبارك وتعالى به إلى صراطه المستقيم. يقول الملك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجدد التحية بحضراتكم من هذه الساحة وفي هذه الرحاب الطيبة المباركة من رحاب منزل الحاج محمد حامد عبد الجليل، حيث استضاف أهل القرآن الكريم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى زرعا لهذه النبتات الطيبة في هذه الأرض التي نرجو أن تكون عامرة بإذن الله برحاب الدين وفي رحاب القرآن، وعامرة دائما بإذن الله تبارك وتعالى بمن يخلصون لكتاب الله وبمن يحفظهم الله تبارك وتعالى بحفظه لكتابه. الكلمة لصاحب المقام فضيلة الحاج محمد حامد عبد الجليل، فليتفضل مرحبا بأهل بلدته في بيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بأهل القرآن، أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائنا حفظة القرآن. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وقال أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا النهاردة البعض بيقول إن إحنا بنكرم حفظة القرآن، ولكني أختلف معه، فحفظة القرآن هم من كرمونا وهم من شرفونا وهم من رفعوا رؤوسنا إلى عنان السماء. هذه هي حقيقة، هل أحد يختلف معي في ذلك؟ وأشكر كل حفظة القرآن الكريم من أبنائنا وأحفادنا، والشكر موصول لأساتذتنا المحفظين والأهل والآباء والأمهات الذين ساهموا في حفظ القرآن لأبنائهم. ولا أطيل عليكم لكي نستمع إلى إخوتنا وأهلنا وأحبابنا من المشايخ والأساتذة الأفاضل، وأقول لكم: حقا شرفتمونا، حقا شرفتمونا. ومعكم الأستاذ اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أبدا أبدا يا رب العالمين. وبعد، أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه من الجميل أن نلتقي وأن نجتمع في محافل القرآن إظهارا لعظمة الكتاب ولعظمة الأمة التي أنزل الله على رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. فأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمة شرفت بنبيها، وأمة شرفت بالكتاب الذي نزل على نبيها، وأمة شرفت بأن جعل الله تبارك وتعالى نعمة رسولها فيها.
زكاها ربها تبارك وتعالى ليس من قبل مجلس في المشرق ولا غيره في المغرب، ولكن الله عز وجل شرف الأمة المباركة من فوق سبع سماوات فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن خير أمة باتباعنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن خير أمة بهذا الحديث النبوي الشريف الذي ذكرنا به فضيلة المهندس الحاج محمد حامد عبد الجليل، إذ ذكرنا بحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالقرآن الكريم مصباح كل من أراد أن يشق الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ما وضع القرآن في قلب إلا رفع الله صاحب هذا القلب، وما وضع في بيت إلا بارك الله عز وجل هذا البيت، وما وضع في أهل بيت إلا نزلت عليهم رحمات من قبل الله تبارك وتعالى. وهناك شيء وددت أن لو تحدثت فيه لنعرف قيمة ما أنعم الله عز وجل به علينا، ولكن برضو بفكر وبهيب بأبنائي وإخواتي الصغار، حسن الاستماع وحسن الجلوس، وزي ما بنقول كده في الفصل كده: ارجع بظهرك لورا وارفع راسك وبص معايا كده وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بحكم عملي عملت في مدرسة إدارتها ليست إدارة مسلمة، ووجدت في هؤلاء الناس من الحفاوة بأبنائهم ما ذكرني بموقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين دخل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فوجد أهل المدينة يحتفون ويصومون، فسألهم فقالوا: ذلك يوم نتخذه عيدا لنا احتفاء وإحياء لذكرى نجاة موسى عليه السلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: نحن أولى بموسى منهم، لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الشرائع في يد الأنبياء والمرسلين مفرقة، كل في قومه، حتى جاءت الرسالة الخاتمة في يد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس أجمعين. فكلما عاشرت هؤلاء الناس فوجدتهم يدعون إلى الرحمة، قلت في نفسي: نحن أولى بهذه الرحمة من هؤلاء، نحن أولى إلى أن ندعو إليه، نحن أولى بأن ندعو إلى الرحمة. وحينما وجدت هؤلاء يتحدثون عن الأخلاق وتذكرت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع ألامسه، تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونظرت إلى حال أبنائنا من الطلاب المسلمين فإذا وجدت فيهم معوجا حزنت وقلت: نحن أولى بأن ندعو إلى الأخلاق بواقع عملي من غيرنا من غير المسلمين. وحينما أجد هؤلاء يتحدثون عن المكارم التي دعا الإسلام إلى أعظمها وإلى أجلها قلت: نحن أولى بذلك من هؤلاء، لما لا وفي أيدينا القرآن، لما لا وبين أيدينا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجد قائدا لنا بما تركه فينا من سنة نبوية. والمواقف مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كريمة، ولكن وجدت عزائي في أمثال آبائنا أهل الخير، والذين إذا وجدوا أقوامهم يمدون أيديهم إلى المجد مدوا إلى المجد معهم أيادي كثيرة. فعلى سبيل المثال للحصر، ما نحن بصدده في هذا الواقع، هذا المحفل إنما هو رسالة أحباب الحبيب المصطفى، رسالة من عمي الحاج محمد عبد الجليل،
ورسالة تصدر أيضا من مسجد الرحمن الرحيم، ورسالة تصدر من قرية تلوان إلى جميع القرى، من قرية تلوان التي أعلنت للدنيا بأسرها وللقرى المجاورة في الآونة الأخيرة بما ظهر فيها بفضل الله عز وجل من مدارس تحفظ القرآن وتهتم بالقرآن وبلغة القرآن العظيم، ومن محفظين ينيرون البيوت وينيرون الدروب والشوارع، وهم يمرون كراما أفاضل ليزرعوا القرآن العظيم ويغرسوا القرآن العظيم في صدور أبنائنا، لهم منا كل التحية والاحترام. في هؤلاء وجدت العزاء، وجدت العزاء والصبر في هذه الأمسيات الدينية التي قدمها فضيلة الشيخ عماد محمد حجازي بمسجد سيد يوسف أبي حجاج. وجدت هذه التصبرات، ووجدت هذه الفرحة تلامس قلبي حينما أجد حرص سيدنا الشيخ أيمن على تواجده في هذا المسجد المبارك مسجد النور. أجد هذا العزاء في مدرسة الحاج مصطفى العويني التي سيعلن الافتتاح عنها قريبا إلى جوار المسجد الحجازي. أجد هذه المسابقات وهذه التشجيعات وهذه الاحتفاءات إنما هي رسالات تقول للأجيال عودوا إلى الله توبوا لباريكم، تقول للآباء ربوا بنيكم علموهم، هذبوا فتياتكم على القرآن العظيم وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تقدمت أمم وسبقت أمة الإسلام إلا بأخلاق أخذوها من القرآن وبأخلاق أخذوها من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن السادة الحضور فلو تركنا مجال الكلام للجميع لاستمتعنا حتى أذان الفجر، ولذلك نكتفي بهذه الكلمة المباركة التي يمتعنا فيها الحديث عن القرآن وعن أجواء المسابقة وما دار فيها وعن الأهداف التي حققتها بفضل ربنا وبتوفيق ربنا هذه المسابقة في هذا العام، فضيلة أستاذي وشيخي الأستاذ الشيخ عمرو أحمد الصعيدي، فليتفضل مشكورا. شرح الله صدره ووفقه الله وتقبل الله منه دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيلا الحاج محمد حامد عبد الجليل وفي قريتكم. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة نحن ينبغي أن نوجه فكرنا للقرآن الكريم. القرآن الكريم حياة، القرآن الكريم عالم آخر، حسبك أنه كلام الله عز وجل. أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره رب العزة والجلال أن يقرأ القرآن وخاصة أن يقرأ سورة البينة عليه. تخيل الله عز وجل بعزته وجلالة قدره يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أبي ويقول له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فيبكي أبي رضي الله عنه وأرضاه ويقول: وقد سماني الله، ذكرني الله عز وجل في أعلى عليين باسمي، قال لك اقرأ على أبي. تخيل عظمة هذا المشهد وعظمة هذا المقام، لك أن تتقمصه ولك أن تعيشه. نبي الله موسى وهو النبي الكليم
قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إنه لموقف مهيب، موقف مشهود، يتجلى الله عز وجل على الجبل. وما أدراك ما الجبل؟ جبل أشم، جبل صلب، جبل يتحمل حرارة الشمس وبرودة الجو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتجلى الله للجبل على هذا القدر، أي أظهر الله عز وجل نفسه للجبل، لم يظهر بالكلية وإنما ظهر على هذا القدر. فما الذي حدث للجبل؟ قال فساخ الجبل، أي غاص الجبل في الأرض. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تخيل، نبي الله موسى خر مغشيا عليه وقد هابه ما وقع للمتجلى عليه، فكيف لو تجلى المتجلي عليه؟ ما الذي كان سيحدث له؟ وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إنها لسعادة غامرة، إنها لحياة سعيدة أن يقرأ الإنسان كلام الله عز وجل. الله عز وجل الذي خلق فسوى فقدر فهدى فأخرج المرعى، خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله عز وجل هذا كلامه وهذا بيانه، القرآن الكريم الذي هو معجز من أوله إلى آخره، ووجوه الإعجاز فيه متعددة. فالإعجاز في المقام الأول إعجاز لغوي، تحدى الله عز وجل به البلغاء وتحدى به الفصحاء أن يأتوا بمثله، فعجزوا. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. تحداهم على أن يأتوا بآية من مثله ولو اجتمع معهم عالم آخر هو عالم الجن. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن الكريم ثواب قراءته ثواب عظيم. من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تلك البيوت التي يقرأ القرآن فيها إنها لبيوت خير، تلك البلاد التي يقرأ فيها القرآن لبلاد خير. هذا الذي ذكرت أبياته على تلك اللافتة هو الإمام الشاطبي. كان إماما في النحو، وكان إماما في القراءات، كان فقيها، كان محدثا، كان عالما فرضيا زاهدا، كان أعمى ولكن إذا مشى قلت بصير. إذا مشى قلت بصير، أي هو مبصر. كان يقدم للإقراء من جاء أولا، فيقول من جاء أولا فليقرأ. وفي يوم من الأيام قال من جاء ثانيا فليقرأ، ولم يقل كعادته من جاء أولا فليقرأ. فأخذ الأول يفكر في شأنه، ما السبب الذي جعل شيخي يؤخرني لأجله؟ ففتش في نفسه
فاكتشف ووجد أنه حلم أصابته جنابه، فقل لي بربك هذا الكفيف هذا الضرير من الذي أطلعه على سرائر الخلق. الإمام الشاطبي وهو يؤلف هذا المتن المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية يطوف به حول الكعبة، فبفضل الله عز وجل وببركة هذا الرجل وببركة ما أودعه الله فيه من قرآن ما من بيت طالب علم إلا وفيه هذا النظم وهذا المتن. ماذا يقول؟ يقول وإن كتاب الله، ويؤكد وإن كتاب الله أوثق شافع. من أراد الشفاعة يوم القيامة فعليه بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء يوم القيامة بقارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في هذا اليوم شديد هوله شديد حره، الشمس دانية من رؤوس العباد، والناس أصابهم من الأهوال ما أصابهم في عرقهم على حسب أعمالهم وإيمانهم. في هذا اليوم ينفعهم القرآن الكريم وينور لهم ظلمات القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا القرآن يشفع للعبد يوم القيامة فيقول وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. الغناء هو الكفاية، أي من أراد الكفاية فالقرآن يكفيه، من أراد العلم فعليه بالقرآن، من أراد السعادة فعليه بالقرآن. قال كم تريد من السعادة؟ على قدر ما تقرأ من القرآن على قدر ما تحصل من السعادة. إن الناس في كرب عظيم وفي شدة ما أعظمها من شدة لن تهول إلا إذا دخل الإنسان خاليا بربه تاليا كلام ربه، فما أحلى أن يناجي أحدنا ربه عز وجل. فالقرآن من أراد الشفاء ففيه الشفاء، من أراد الرحمة ففيه الرحمة، من أراد علم الأولين والآخرين فعليه بكلام الله رب العالمين. وأغنى غناء أي يكفيك كل شيء، وأغنى غناء وهو مع هذا واهبا متفضلا، فيهب صاحبه البلاغة والفصاحة والأخلاق الفاضلة. ثم يقول رحمه الله وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. كلما قرأت القرآن ختمة بعد ختمة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يفتح الله لك من مكنونات ومن خزائن أسرار القرآن الكريم ما يعود عليك بالعلم النافع، ما يعود عليك بانشراح الصدر بطمأنينة القلب. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يأتيك القرآن في تلك الحفرة في هذا المكان المظلم الموحش في تلك البقعة الضيقة، يأتي القرآن ليوسعها عليك ولينيرها عليك. أبعده كلام؟ أبعده ذكر؟ أبعده جليس؟ أبعده أنيس؟ أما آن لنا أن نستجلب القرآن لبيوتنا لترقى لتسعد ليستخرج ما بها من سحر من عين من حسد من مرض من جهل؟ فعلينا بالقرآن الكريم نسعد. الإمام الشاطبي وهو يذكر أئمة القرآن وأعلام الهدى ومصابيح الدجى يذكر الإمام نافع فيقول فأما
كريم السر في الطيب نافع. الطيب نافع والسر. الإمام نافع كان من أصفهان وجاء إلى المدينة وجلس فيها وأخذ يقرئ الناس، فكان إذا أقرأ الناس كلام الله عز وجل انبعثت من فمه رائحة المسك. آيات حين تعيش مع القرآن ومع قرائه، آيات كرامات. فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، قيل له يا إمام أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ كلما جلست تقرئ الناس وضعت هذا المسك؟ قال لا، ولكن أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأ في فمي، فكان كلما قرأ القرآن تخرج منه رائحة المسك. تلميذه الأول قالون، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلى، كان أصم لا يسمع البوق وإذا قرئ القرآن يسمعه. الإمام حمزة مر الإمام الشاطبي عليه في الأبيات فقال وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. وحمزة ما أزكاه من متورع يثني على الإمام حمزة في ورعه، كان يسكن الكوفة، قال أهل الكوفة لعل الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة بوجود حمزة فيها. تخيل تخيل ماذا أثمر القرآن في هؤلاء. أولادكم نريد أن يثمر القرآن فيهم هذا الخلق، أن يثمر القرآن فيهم هذا الورع. أنتم وضعتموهم على شفير الطريق وعلى أعتاب الطريق، فلا تتركوهم هملا ولا ترسلوهم عبثا، ولكن تابعوهم. الأمهات عليهن دور عظيم. فهذا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه ترسله أمه ليتعلم على العلماء لينهل منهم، قالت له يا بني اكتب هذا العلم، إن لم تجد له نورا وأنت تكتب فكف عليك قلمك، خذ بعضك وتعالى نعلمك حدادا، نعلمك نجارة. تشير إليه أن للعلم ثمرة، فعلم بلا ثمر، علم بلا عمل، شجر بلا ثمر. الأمة اليوم وقعت في فجوة لما كان القول في اتجاه والعمل في اتجاه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف تحفظ ولدك القرآن وهو يمر على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، الراجل المذيع في استضافته يقول له ما الآية التي تحب أن ترددها كثيرا؟ قال قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومع هذا يجد الكذب منك في قولك وفي فعلك وفي معاملتك. أي حفظ هذا؟ حين تمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم تكونوا من الخائنين. أمانة الكلمة، أمانة الدين، أمانة العرض. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي أمانة؟ إنها أمانة العرض. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنها مراقبة الله يربيها القرآن في الولد ويأخذها الولد من الوالد. هنا ينتفع المجتمع بأسره ويتغير حاله رأسا على عقب. وحمزة ما أزكاه من متورع ما رآه أحد إلا وهو يقرأ القرآن. انت النهاردة فين قارئ القرآن؟ نكت يغتاب فلان قاعد عمال يضحك شقلبزات بهلواني هو. اما حمزة قالوا عنه نقلا عن سيرته
ما رآه أحد إلا وهو يقرأ القرآن. نعم، وحمزة ما أزكاه من متورع، ما الورع الذي فيك يا حمزة؟ كان يعصر الزيوت، كان بيشتغل شغلانة إن يعصر الزيوت، يبيع الزيوت، ووقت عمله للإقراء يحفظ الناس ويقرئ الناس ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني حرام إن احنا ناخذ أجر؟ لا مش حرام، ولكن انظر إلى ورعه. وهو في حرل الظهيرة ذات يوم يسير، وانقطع به الطريق، وأصابه ظمأ شديد، فمر على بستان فنادى على من فيه ليستخرج له ماء ليشرب، فخرج ولد بماء، فأراد حمزة أن يضع الماء على فيه، فنظر إلى الولد فرأى أن الولد يقرأ عليه، فخشي أن تنقص قطرات الماء من أجره فكف عن شرب الماء. قال: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. الإخوة الكرام، كان لابد من هذه المقدمة، كان لابد من هذا الوعظ ومن هذا التذكير. فقرآن الله عز وجل كله ذكر، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. الشباب اللي بيحفظ معانا لما نمسك الآيات دي نقعد نقول له: خد بالك، وقد خاب من حمل ظلم هنا، وبرضو في ذات السورة: وقد خاب من افترى. اوعى تبقى مفتري، وفي ذات السورة وكذلك في سورة الأعراف: وكذلك نجزي المفترين. وقد خاب من افترى، وقد خاب من حمل ظلم، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. نجيب لهم بتسمى بالأشباه والنظائر والمتشابهات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فلا بد أن يؤثر القرآن فينا أيها الإخوة. هذه تلك الليلة هي ليلة الجمعة، ودائما أذكر بليلة الجمعة وبيومها ثلاث رحمات: أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ سورة الكهف، وأن لا ننسى أن هناك ساعة إجابة في يوم الجمعة. ثلاث رحمات. لقد تمت المسابقة في يوم السبت الماضي، وكانت على ثلاثة مستويات: المستوى الأول القرآن كله، والمستوى الثاني 20 جزءا، والمستوى الثالث 10 أجزاء. اخترت أنا العبد الفقير الحقير عمرو، اخترت أنا أن أسمع لأولادي من المستوى الأول وهو القرآن كله. الحقيقة أننا نحتاج إلى عناية أكثر بالقرآن الكريم. وأذكر شيخي الشيخ سعيد رحمة الله عليه، كان من عندك أستاذ محمود من كفر أورس من أشمون، الشيخ سعيد رحمة الله عليه كان من علماء القراءات، وكان حجة رحمة الله عليه. لو سألت عنه في قرية كفر أورس، الشيخ سعيد كان يمتحننا في المعهد واتي بأسئلة سهلة، فكنا نقول له: سيدي فلان يمتحننا ويأتي بكذا وكذا، فكان يقول الكلمة دي وتربينا عليها وصارت منهجا لنا، يقول لنا: يا أولاد أنا بامتحنكم عشان أشوفكم حفظ ولا لا، أمتحنكم لأختبر حفظكم، ولا أمتحنكم لأعجزكم. أنا بامتحنكم عشان إيه؟ ها؟ أعجزكم، لأن القرآن غالب وليس إيه؟
اوعى تفتكر ان انت تتعالى على الناس، لا، ده ممكن انسان. الامام الكسائي وهو امام في القراءات وفي النحو، مؤسس من مؤسسي مدرسة النحو في الكوفة، ودخل ليصلي فقرأ لعلهم يرجعين. عمرك سمعتها دي يرجعين دي؟ وهو إمام، وإمام لغة، وإمام قراءات. أقبل عليه الخليفة هارون الرشيد وقال له: أهي لغة؟ دي لغة من لغات العرب دي وإحنا ما نعرفش؟ قال: لا، ولكن الجواد يعثر وفوق كل ذي علم عليم. احنا امتحنا الطلبة واكثرنا عليهم من الاسئلة لا لنعجزهم وانما لنختبر حفظهم. عندنا مستويات متوسطة وفوق متوسطة. انا اود ان احنا في المسابقات اللي بعد ذلك ان شاء الله القادمة نصل الى ان احنا يبقى الطلبة بتوعنا طلبة في القمة. لقينا طلبة حفظة والحفظ جميل، ولكن ما لقيناش تجويد. طب لغاية امتى؟ فبنقترح على عم محمد، بنقول له بعد كده الاسماء معانا، اللي دخل القرآن كله السنة دي مرحبا به، السنة الجاية هتدخل مرحبا به، ولكن كنت السنة اللي فاتت مش مجود، المفروض السنة الجاية تبقى مجود. دخلت وانت مش مجود؟ لا، مش هندخلك السنة دي، دخلناك. طيب اللي بعدها بنقول له: وان اطال الله في عمري، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمره بالصحة والعافية، وفي كل مصلح، وفي كل من في نيته الإصلاح عملا بقوله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بنقول له: دخل السنة دي من غير تجويد، السنة الجاية بالتجويد، السنة اللي بعدها مش هتدخل لما يكون عارف تفسير العشر الأخير من الإيه؟ من القرآن، عشان يبقى عندنا طلبة متنسكة مش متهتكة. طلبة مش تاخد الجوائز وشكرا، لا، ده أنا عايزة تتأثر وتؤثر، وبالتالي نبقى نفعنا المجتمع مش نفعنا الحافظ نفسه. احنا بننفع المجتمع عن طريق يا محمد، عن طريق الحافظ. لازم الناس يبقى فاهمة كده. والهدية مش في ان بقى خد فلوس خد، لا، الهدية في قيمتها، كونه يكرم حتى لو ما خدش حاجة، كونه ان هو ايه يكرم، ده شيء ما يزعلش حد فينا. انا اختبرت الاولاد وكانت ديت النتيجة بتاعتهم التي ستعلن على مسامع حضراتكم. أطلت عليكم ومعذرة على الإطالة، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا وبارك فيكم أجمعين، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تبارك وتعالى. فضيلة سيدنا ومولانا الشيخ عمرو أحمد الصعيدي، هكذا شأن المقرئ للقارئ. وفرق شاسع بين أن تكون قارئا للقرآن الكريم تتلو كما يتلو الكثيرون، وبين أن تكون مقرئا لأنك قد قرئت. وهذه من فعل قرأ فهو قارئ، وقرأ فهو مقرئ. إذا قرأ هذا معناه أنه جلس بين أيدي العلماء فقرؤوه أولا وأجازوه، فأصبح مؤهلا إلى أن يجيز غيره، فنظر في كتاب الله تبارك وتعالى باجتهاد حتى جعله الله تبارك وتعالى من أهل القرآن الذين أصابتهم بركات القرآن وخدموا الناس بالقرآن. وكما قال سيدي: أهل القرآن يخدمون المجتمع ويخدمون الأمة، والأمة ليست هي من تخدم أهل القرآن، حيث إن أهل القرآن هم القادة وهم السادة. وحق للقائل أن يقول: ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليغيب ذهنا، وإن يك كلم الأموات عيسى، فإن الجذع حن له وأن، وسلمت الجماد عليه نطقا فأنا يستوي الفتيان أنا، وإن يك درع داود لبوسا يكون من اتقاء البأس حصنا، فدرع المصطفى القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأن.
فاللهم اعصمنا بالقرآن وبارك قلوبنا وبيوتنا وحياتنا بالقرآن قبل توزيع رموز التشجيع والجوائز. نستمع إلى عشر قرآني بسيط، والقارئ الشيخ ياسر عمرو ضبش فليتفضل مشكورا، وهو ابن من أبناء القرآن بالبلدة. أسأل الله أن يفتح له وأن يشرح صدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو السلام المؤمن المهيمن هو الله هو الله هو الله لا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا القدوس السلام المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم في رحاب الإيمان نعم اللقاء حيث يمضي نحو السماء الدعاء كلما هلل المنادي لخير يجمع المؤمنين ذاك النداء ليعم الأنام في الأرض طهر ويزيد الكون الفسيح الضياء من معين القرآن ننهل نورا لجميع القلوب منه ارتواء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا بارك اللهم به حياتنا وشفعه فينا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم. أحيي هذا الجمع الطيب المبارك وأبنائي وبناتي على هذا الهدوء وعلى هذا السمت العام الذي يليق بحفلة في أرض طيبة تحب القرآن وتتخلق بأخلاق القرآن وإلى تسليم جوائز الفائزين من حفظة القرآن الكريم الذين اشتركوا في هذه المسابقة الطيبة الطاهرة وأشكر منزل الحاج عجمي عاشور لأن هذا المنزل قد أخرج لنا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نماذج شهد لها المشايخ الأغراب عن هذه البلدة وشهد لهؤلاء أيضا فضيلة الشيخ عمرو أحمد الصعيدي فقد يقول أحدنا إن شهادة فضيلته مجروحة لأنه يشجع ويجبر الخواطر فما الظن بشهادة رجل ليس من مركز الباجور كله إذ قال في شأن هذا البيت وقد اختبر الطفل سجدة قطب عجمي عاشور أذكر اسمها وليس مكتوبا عندي وقد دعا الرجل لهذه الطفلة وفي الحجرة الأخرى التي كان يختبر فيها فضيلة الشيخ عمرو أجد هذا التقييم حيث الطالبة مريم قطب عجمي عاشور تحصد المركز الأول نحييها سائلين الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي أهل هذا البيت الطالبة مريم قطب عجمي عاشور حصلت على المركز الأول بين المتقدمين بالقرآن الكريم كاملا فلتتفضل مشكورة من قبل الله مأجورة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفتيات بقى يعني هيقبلنا باستلام الإيه الجائزة دون تسليم. وصاحبة المركز الثاني أختها رويدة محمد عجمي عاشور فلتتفضل مشكورة حفظها الله وبارك فيها. علما بأن هؤلاء قد اختبروا يعني اختبارات شاقة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدهم ويزيدهم. صاحب المركز الثالث أحمد قطب عجمي عاشور فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. هنيئا يا شيخ أحمد. صاحبة المركز الرابع إسراء هيثم كمال قابيل فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم.
أذكر بأن يعني من يستمعون إلى أسمائهم في هذا المقام أول مرة يستمعون إلى أسمائهم ويعلمون أنهم حصدوا هذه المراكز، وكل على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن كما أوصى مشايخنا وكما ذكرنا فضيلة الشيخ عمرو بأنه يعني الكثير يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد ومزيد من التجويد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يزيدهم حفظا وبركة. والطالب الابن الحبيب الذي اختبره فضيلة الشيخ عمرو فسأله في سور القرآن العظيم من سورة البقرة إلى سورة النبأ، فلم يترك الشيخ سورة من هذه السور إلا وسأله في كل سورة سؤالا. وهذا الشبل من ذاك الأسد ابن فضيلة شيخنا الشيخ نعم سيدنا 77 صورة. الطالب الشيخ محمد عماد محمد عفيفي حجازي حفظه الله تبارك وتعالى وبارك الله فيه، وحفظ الله شيخنا الشيخ عماد حجازي. يعني هذه تنشئة القرآن، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. المتسابق الأستاذ محمود أحمد عبد السميع عبد الجليل فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. وأنا لا أراه موجودا ولكن له مني شكر، وهو أنه يعني شارك في هذه المسابقة، لم يقل أنا انتهيت من دراستي الجامعية. القرآن لا يعرف سنا أحباب الحبيب المصطفى، فأسأل الله أن يبارك في هؤلاء جميعا. يتسلم هذه الجائزة عنه مين سيدنا يتسلم الجائزة؟ طيب اجعلها له عمي أشرف يتسلم الجائزة عنه هو. المتسابق الأستاذ أحمد هيثم أحمد عبد المنصف الطويل فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. وبعدين الشيخ أحمد بقى كان قاعد يعني عامل لنا أجواء هنا وبيقلد الشيخ خضر أثناء انتظار الطلاب لدخولهم علشان خاطر المسابقة، فربنا يبارك فيه يعني غاوي قراءة. الأستاذ محمود طعيمة ينبسط منك أوي. المتسابقة ذات الخلق الرفيع حافظة القرآن الكريم يارة محمد زكريا فلتتفضل مشكورة حفظها الله تبارك وتعالى. أشهد لها بالتفوق العلمي وبالامتياز الخلقي، وأيضا أثبتت جدارة في دخولها لهذه المسابقة بالقرآن الكريم كاملا. اللهم بارك فيها يا رب العالمين، مبارك يا يارة. المتسابق يوسف ممدوح عبد الغني فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم، وهو ذو خلق رفيع وأدب جم. اللهم بارك فيه يا رب العالمين. المتسابقة المباركة الجميلة حنين إبراهيم محمد مبارك حفظها الله تبارك وتعالى وبارك فيها وجعل القرآن نورا لها في الدارين. اللهم بارك يا رب العالمين. وهذا بيت قرآن وعلم أيضا، اللهم بارك في هذا البيت. المتسابقة منة عبد المحسن زكريا البربري فلتتفضل مشكورة، أسأل الله تعالى أن يحفظها ببركة القرآن العظيم. المتسابقة منى أحمد عبد السميع عبد الجليل فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة فاطمة وائل محمد الصباغ فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. حاضر يا سيدي. نعم ما حضرتش. المتسابقة منى أحمد عبد السميع عبد الجليل أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها. تمام.
المتسابق محمد مدحت عبد السميع نصر فليتفضل مشكورا سائلا الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه. وطبعا الشيخ محمد يعني ما بيسيبش أي حلقة من حلقات القرآن ولا التجويد ولا مجالس العلم إلا ونجده في الصفوف الأولى، اللهم بارك فيه. المتسابق عمر أيمن عبد الفتاح عرب فليتفضل مشكورا، اللهم احفظه ببركة القرآن العظيم. مبارك شيخ عمر. المتسابق محمود علام جبريل علام فليتفضل مشكورا، حفظه الله تبارك وتعالى ببركة القرآن العظيم، ابن ذو خلق رفيع نشهد له بالاجتهاد وبالخلق، فهو ابن من؟ ابن الأستاذ علام صاحب الخلق الطيب والمساهمات الطيبة، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين. المتسابقة هاجر أحمد حمزة أحمد فلتتفضل مشكورة، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ هذا البيت بيت القرآن. تفضل يا هاجر. المتسابق محمد هيثم أحمد عبد المنصف الطويل فليتفضل مشكورا، حفظه الله ببركة القرآن العظيم. لا يا شباب بلاش صفير. المتسابق معاذ أحمد محمد حمزة البربري فليتفضل مشكورا، حفظه الله وزاده خلقا وفضلا بفضل القرآن. مبارك أستاذ معاذ. الابن الكريم الذي نحتفي به يعني للمرة الثانية في هذا الشهر حيث ختم القرآن العظيم وكان له احتفاء في مسجد رب العالمين بإدارة الشيخ محمد علي عامر، اللهم بارك فيه يا رب العالمين. الابن عمر جمعة خطاب فليتفضل مشكورا، حفظه الله ببركة القرآن العظيم. المتسابق الأزهري المحترم الشيخ بلال رباح محمد الفقي فليتفضل مشكورا، حفظه الله ببركة القرآن العظيم. الابنة الكريمة الهادئة الأزهرية الأستاذة رحمة تامر وجدي جعفر فلتتفضل مشكورة، حفظها الله ببركة القرآن العظيم. المتسابق الشيخ ياسر عمرو أبو العنين فليتفضل مشكورا، حفظه الله ببركة القرآن العظيم. وقد أعجبت بأدائه في هذه الليلة حيث إنني لأستمع إليه لأول مرة وهو يحاول أن يقدم محاكاة لفضيلة الشيخ الخاشع محمد صديق المنشاوي، فأسأل الله أن يكسر من أمثال هؤلاء. الابن الكريم المتسابق الشيخ يوسف خيري خيري محمود مكرم الله فليتفضل مشكورا، ونبارك له حيث ختم القرآن واحتفينا به مرة قبل هذه في هذا الشهر أيضا. اللهم اجعل تلوانة عامرة بالقرآن وأهل القرآن. الهدوء بقى يا شباب كده، وطبعا يعني بسمت الهدوء بدأنا وإلى نهاية حفلنا نتميز بالهدوء وبالخشوع وبهذه الأجواء الإيمانية الطيبة وبالفرحة القلبية التي ظهر أثرها على الجميع، فأسأل الله العظيم أن يتم لنا حفلنا على خير، وعاوزينه كده يعني يتم بهدوء. طب نستكمل ولا نستنى لما الناس تسكت؟
أكررها مرة ثانية، أكررها مرة ثانية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فضيلة الشيخ أحمد عمرو أحمد الصعيدي، فليتفضل مشكورا. الأستاذ مصطفى سامح محمد مصطفى رجب، فليتفضل حفظه الله ببركة القرآن العظيم. الأستاذ أحمد نبيل كمال الصعيدي، فليتفضل مشكورا. طبعا الشيخ أحمد عمرو كان المركز الأول، والشيخ مصطفى المركز الثاني، والشيخ أحمد نبيل المركز الثالث. هؤلاء اختبروا على يد فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم من مشايخ الأزهر الشريف، وهو رجل ليس من أهل هذه القرية، ولكنه يعني من أهلنا، أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن جميعا. وقد شهد لهؤلاء بالبراعة والإتقان، فاللهم إنا نسألك لهؤلاء مزيدا من التفوق يا رب العالمين. الابنة سلمى عماد عبد النعيم الدلاش، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. الابن الكريم الأستاذ محمد خيري مكرم الله، فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. طبعا الشباب محدش يعني يمشي بعد الحفلة غير لما ناخد صورة جماعية كبيرة لهؤلاء الفائزين، ولنا فيهم الأسوة، ولنا فيهم الاقتداء، حيث يقتدي إخوانهم وأخواتهم الذين لم يحققوا حفظ العشرة أجزاء فيما هو أعلى من ذلك، حيث يكون المجال إن شاء الله تبارك وتعالى متسعا في العام القادم، لكي نشجع عددا أكبر ونسعد بعدد أكبر وأكبر من المتقدمين للمسابقة. الإعلامي المحترم الأستاذ مصطفى خالد صقر، ربنا يبارك في حضرتك منورنا، اتفضل استريح ما تخلعش من الحفل. المتسابق المحترم والابن الكريم محمد علام جبريل علام، فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. الابنة الكريمة تقى إبراهيم وجيه عبد المنعم، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. مبارك يا تقى. الابنة الكريمة الأستاذة رحاب عادل السيد، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. اللهم بارك يا رب العالمين. الابن الكريم الأستاذ أحمد عبد الحكيم جعفر، تفضل الشيخ أحمد. طب في الميكروفون بقى. تمام يا سيدنا. الابن الكريم محمد صابر عبد الخالق، فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. طبعا محمد صابر يعني لا ننظر في مجلس من دورات النحو التي يعني تقدم في مسجد الرحمن الرحيم إلا وأجده جالسا أتابع الفيديوهات التي يقدمها هذا النشاط القائم في الجمعية هنا برعاية عمي الشيخ سامح بال، فأجد هذا الطفل يجلس في مجالس القرآن والتجويد، وفي كل مجلس من مجالس التجويد أجده، فاللهم بارك فيه يا رب العالمين. الابن الكريم المتسابق عمر هاني محمد حسن، فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. تفضل يا شيخ عمر. وإلى بقى يعني المستوى الأكثر جماهيرية
علما بأن الكثيرين ممن تقدموا إلى هذا المستوى يحفظون أكثر من 10 أجزاء، ولكنهم آثروا أن يدخلوا بما يعني يتقنونه إتقانا عظيما، وهذا يفسح المجال أمامهم للاشتراك في العام القادم والذي بعده بنصيب أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى. أحيي ذات الخلق الرفيع والقدوة الحسنة الأستاذة المعلمة بمدرسة المستشار أحمد المنوفي الأستاذة إسراء عيد محمد، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم، ونشرف بها في مركز الصفوة التعليمي قدوة لأبنائها وبناتها أو إخوتها وأخواتها. اللهم بارك فيها يا رب العالمين، لم تستحي أن توجد بينهم متسابقة، وهكذا حصدت المركز الأول بشهادة من اختبرها من المشايخ الذين هم ليسوا من هذه القرية. المتسابقة آيات محمد إبراهيم الحليكي، فلتتفضل مشكورة حفظها الله تبارك وتعالى. قم في فم الدنيا وحي الأزهر يا آيات. المتسابقة آية جمال غزال، فلتتفضل مشكورة حفظها الله تبارك وتعالى وزادها حياء وخلقا وتفوقا. المتسابقة أروى محمد إبراهيم الحليكي، فلتتفضل مشكورة حفظ الله هذا البيت المبارك ببركة القرآن العظيم. المتسابقة المشهود لها بالإتقان سجدة قطب عجمي عاشور، فلتتفضل مشكورة اللهم بارك يا رب العالمين. الابن الكريم الذي لا يترك فرضا في مسجد سيدي محمد الحجازي، أسأل الله له دوام الهداية وأن ينفع به، الابن كريم عمرو عبد الله إبراهيم، فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. تفضل يا شيخ كريم. أهو يا سيدي. المتسابقة ذات الخلق الرفيع بسملة جمال علي غزال، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. تفضل يا بسملة. المتسابقة الكريمة التي سعد بها المختبر الشيخ مدحت غراب، وليس من هذه القرية، حتى أنه ود لو أن التسميع لها والاختبار لم ينتهي، حيث استمع إلى صوتها الجميل وأدائها العذب وحسن تجويدها. المتسابقة الخاشعة في تلاوة القرآن الكريم حبيبة إبراهيم عبد النعيم الدلاش، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة الكريمة ندى إبراهيم وجيه عبد المنعم، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. تعالي يا ندى. تفضل يا جميل. المتسابق عبد الله عمرو إبراهيم السيد، فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة بسملة باسم محمد عبد الفتاح، فلتتفضل مشكورة حفظها الله وبارك فيها. المتسابقة هنا أحمد عبد القادر صالح، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. طبعا إخواتنا الأوائل قد ميزوا في جائزتهم، وهذا ليس إلا يعني إحقاقا للحق وتشجيعا لزملائهم كي يلحقوا بهم إن شاء الله تبارك وتعالى أو يتفوقوا عليهم. المتسابقة نورهان زكريا محمد نصر، فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة سندس أشرف صبحي سليمان، فلتتفضل مشكورة حفظها الله وبارك فيها. المتسابق أحمد مدحت عبد السميع نصر، فليتفضل مشكورا يتسلم الجائزة عنه والده، اللهم بارك يا رب العالمين. وتدعيما لأخلاق أهل القرآن قد وجدنا هذا المصحف يوم المسابقة. تمام، اتفضل يا شيخ عمر. اتفضل شيخ أيمن، بيقول لك واخده من الجامعة. المتسابق كريم أحمد عبد القادر صالح، فليتفضل مشكورا.
المتسابق مهند محمد محمود زيد فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. اللهم بارك يا رب العالمين. المتسابقة هنا أيمن فاروق جبل فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. وهنا قد دخلت بعشرة أجزاء ولكنها يعني تقدمت من سورة البقرة وحتى سورة الأنفال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها. المتسابقة إيمان محمود قابيل فلتتفضل مشكورة حفظها الله وبارك فيها. ابنتي الغالية آلاء محمد وجيه عبد الغفار فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. ابنتي الصغرى الجميلة أميرة محمد وجيه عبد المنعم فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة الكريمة ملك مصطفى عبد الفتاح يحيى أسأل الله أن يحفظها بالقرآن وأن يهديها بالقرآن فلتتفضل مشكورة. المتسابقة نورة عماد عبد النعيم الدلاش فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. المتسابق المحترم شريف رضا رمضان نصار فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة سليلة بيت القرآن سارة محمد حمزة البربري فلتتفضل مشكورة حفظها الله وحفظ الله هذا البيت المبارك. المتسابق المحترم مازن أحمد السيد الأطروش فليتفضل مشكورا حفظه الله ببركة القرآن العظيم. المتسابقة هنا سامح مصطفى علام فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. تفضل يا هنا. المتسابقة آلاء أيمن فاروق جبل فلتتفضل مشكورة حفظها الله ببركة القرآن العظيم. مبارك يا عم الشيخ أيمن وربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. المتسابق حمزة أحمد حمزة البربري فليتفضل مشكورا حفظه الله وبارك فيه. تفضل أيها الأسد أقبل يا حمزة. المتسابق أحمد محمد وجدي جعفر فليتفضل مشكورا أسأل الله أن يتم له نعمة القرآن وأن يهديه بالقرآن وأن يحفظه اللهم آمين. ونختم بالمتسابقين الكريمين المتسابق حمزة جمعة خطاب فليتفضل مشكورا هداه الله بالقرآن وحفظه بالقرآن. والمتسابق محمد أسامة عبد السميع هارون فليتفضل مشكورا حفظه الله وبارك فيه. اللهم بارك في هذا البيت العظيم واجعله دائما مفتوحا بالقرآن واغفر لأهله بالقرآن وأكرمهم بكرامة هي كرامة القرآن. اللهم بارك في عم الحاج محمد حامد عبد الجليل رمزا لتشجيع أهل القرآن وبارك اللهم يا ربنا في هذا الحضور كل واحد باسمه واحفظنا واحفظ قريتنا بالقرآن وبالعلم وبالأخلاق. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي المبارك. أدعو الجميع إلى هذه الصور التذكارية التي تكون توثيقا لختام هذا الحفل المبارك وكل عام حضراتكم جميعا بخير. سلام من الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته.